إذن هذا الشوط هو شوط الأفراس الفئة الثامنة ألف، عمر من 7 إلى 10 سنوات. ونستقبل الأفراس على بركة الله. Welcome in our beautiful mares for class 8 section A mares 7 to 10 years old. ايوه محلزينكم ذقيلة الممشى ومن الحلا فيها الكبر، أفراس عربيات جميلات على أرضية الميدان، هن 8، 5 منهن ستفوزن وثلاث ستتأهلن. نتمنى التوفيق لهن جميعا ولملاكهن. تغادرنا في هذه الأثناء أرضية الميدان على أن نراهن مرة أخرى، كل فرس على حدة. هن أفراس من بين 7 إلى 10 سنوات. جئنا إلى هنا بحثا عن ذهب الجمال من بعده الفضة والبرونز. بطبيعة الحال الكل يأمل للتأهل وتحقيق أحد المراكز الثلاث. كل التوفيق. Thank you.
Welcome in our beautiful mare. I just want to love you.
الآن مع علامات الفرس رقم 284 غزالة العبدلي فور تايب الهوية العربية 19 أربع مرات 19 ونصف 19 مرتين. هذا النك رأس العنق 19 من قبل جميع الحكام الجسم 17 ونصف 4 مرات 18 مرتين 17 ونصف لجز القوائم 15 16 15 ونصف 14 ونصف 15 ونصف مرتين 15 الحركة 19 5 مرات مرتين 18 ونصف 89.7 لغزالة العبدلي الفرس رقم 284 ملك السيد راشد دخيل الله النابت 89.7 is the total score for mare number 284 غزالة العبدلي owned by Mr. Rashid دخيل الله النابت. مع علامات الفرس رقم 285 عسل الشقب فور تايب الهوية العربية 19 ونصف مرتين 18 ونصف مرتين 19 ثلاث مرات هذا النك رأس والعنق 19 19 ونصف 18 ونصف مرتين 19 ونصف 19 مرتين الجسم 17 ونصف 4 مرات 18 مرتين 17 ونصف القوائم 15 15 ونصف مرتين 15 مرتين 15 ونصف مرتين الحركة 18 ونصف 4 مرات 19 18 ونصف 19 89.3 لعسل الشقب الفرس رقم 285 ملك مربط الغنية 89.3 for horse number 285 عسل الشقب owned by الغنية الساد. She loves me, not the pattern.
مع علامات الفرس رقم 286 الغرية الشقب ملك السيد ناصر محمد مسفر الهاجري. فورت تايف الهوية العربية 19.5 من قبل جميع الحكام. هدنك 19.5 مرتين 19 مرتين 19.5 و 19 الجسم 18 خمس مرات 18.5 و 18 القوائم 15.5 15 ثلاث مرات وثلاث مرات 15.5 والحركة 19.5 20 19 19.5 19 ومرتين 19.5 91.5 للغارية الشقب الفرس رقم 286 ملك السيد ناصر محمد مسفر الهاجري في الصدارة المؤقتة 91.5 is the total score for mare number 286 الغارية الشقب owned by Mr. ناصر محمد مسفر الهاجري. Thank you, handler and mare number 290. Welcome in our next mare. هالعلامات الحلوة الآن مع علامات الفرس رقم 288 AM Queen Desert for type الهوية العربية 19.5 خمس مرات 20 19.5 هدنك جمال الرأس والعنق ما شاء الله تبارك الرحمن 19.5 20 19.5 19 20 19.5 19 الجسم 18 18.5 مرتين 18 18.5 مرتين و 18 القوائم 15.5 مرتين 16 15.5 مرتين و 16 و 15 الحركة 19 19.5 19 ثلاث مرات ومرتين 19.5 92.10 مجموع علامات AM Queen Desert الفرس رقم 288 ملك السيد أو ملك مربط الحمد 92.10 the total score for mare number 288 EM Queen Desert owned by Al Hamad Stud. We'll be right back.
again. You think by now I know better. Locked in my head, romanticizing forever. Last love I found needs my thug. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Diving at first and all of it. Oh, what a rush, looking into your eyes. Playing it off like it's different this time. Let's break our own hearts for the fun of it. One look and I'm dying to run the risk. I'll live in your head for the rest of your life. Oh, won't you be my hopeless valentine? إذن السادة الحضور والآن مع الفرس رقم 290 جورا أدريانا ملك مربط العمار الهوية العربية 19 مرتين 18 ونص 19 ثلاث مرات الرأس والعنق 18 ونص 19 ثلاث مرتين 19 ثلاث مرات الجسم 17 ونص 5 مرات 18 17 ونص القوائم 16 مرتين 15 ونص 15 مرتين 16 15 ونص الحركة 18 ونص 19 ونص 18 ونص 19 ونص 19 وتبلغ علامات الفرس 89.50 ملك مربط العمار total points for the mare number 290 is 89.50 owned by العمار stud. إذن حضورنا الكريم تم استبعاد الفرس رقم 292 أرضي أفونيا ملك السيد راشد دخيل الله النابت وذلك لمعاناتها من العرج كل التوفيق إن شاء الله في بطولات قادمة. Thank you, handler and mare number 294 was the last mare for this class, class 8, section A, for mares 7 to 10 years old. Thank you, judges. Thank you, our ringmaster. يعطيكم العافية. الآن مع علامات زهور الشاحنية الفرس رقم 291 فور تايب الهوية العربية 19 ونصف 3 مرات 19 ونصف 19 مرتين هد النك راس والعنق 19 ونصف 19 مرتين 19 ونصف 19 مرتين الجسم 18 من قبل جميع الحكام القوائم 15 ونصف 15 ونصف 15 ونصف مرتين و15 الحركة 19 ونصف مرتين 18 ونصف 4 مرات 19 90.8 لزهور الشحانية الفرس رقم 291 ملك السيد خالد سالم الهاجري 90.8 is the total score for mare number 291 زهور الشحانية owned by Mr. خالد سالم الهجري.
و السوبر سكور، شو هالعلامات الحلوة يا آر يا دينارة، ماذا فعلتي؟ الآن مع علامات الفرس رقم 294 آر يا دينارة، ملك مربط الصفوة فور تايب اللي هي العربية 20 20 20 20 20 20 20. ما شاء الله تبارك الرحمن، جمال الرأس والعنق 19 ونصف 20 20، 19 ونصف 20، 19 ونصف 20، الجسم 18 ست مرات، 18 ونصف القوائم 15 ونصف 15 15 ونصف 15 15 ونصف 16 15 ونصف. وآريا أبدعت في الحركة 20 20 20 20 20 20 20. 93.20 لآريا دينارة، الفرس رقم 294 ملك مربط الصفوة، هنيئا لكم بهكذا فرس، ما شاء الله تبارك الرحمن. Top 5 coming up. في المركز الأول وبعلامات استثنائية ب 93.20 أريا دينارة، الفرس رقم 294. في المركز الثاني الفرس رقم 288 إي أم كوين ديزرت، تألقت وكانت منافسة قوية كذلك 92.10. في المركز الثالث الغارية الشقب، الفرس رقم 286 ضمنت التأهل ب 91.5، والفوز لزهور الشحانية رقم 291 الفرس رقم 4 ب 90.8، والفرس غزال العبدلي رقم 284 الفرس اللي جت في المركز الخامس ب 89.7. ونستقبل الأفراس الفائزات والثلاث المتاهلات على أرضية الميدان، نطلب من الملاك الأفاضل التفضل والتكرم إلى أرضية الميدان والانضمام إلى أفراسهن، وذلك استعدادا لمراسم التتويج. إليك عبد الرحمن. إذن السادة الحضور، والآن تنطلق مراسم تتويج البطلات صاحبات المراكز الخمس الأوائل، ويتم تكريم أصحاب الخمس الأوائل. السيد سعد علي الكبيسي نائب مدير البطولة فليتفضل مشكور. نذكركم أن هذا الشوط كان للأفرس عمر 7 إلى 10 سنوات. ألف مبروك للفائزين. ومع صاحبة المركز الأول آريا دينارة، ألف مبروك لمربط الصفوة، مبروك هذا الإنجاز. ومع صاحبة المركز الأول الثاني إي إم كوين ديزرت، ألف ألف مبروك لمربط الحمد. ومع صاحبة المركز الثالث الغارية الشقب،
ملك السيد ناصر محمد الهاجري، ألف مبروك. ومع صاحبة المركز الرابع زهور الشحانية، ملك السيد خالد سالم الهاجري، ألف مبروك لخالد سالم الهاجري هذا الإنجاز، وصورة جميلة مع فرسان المستقبل. ومع صاحبة المركز الخامس غزالة العبيدلي، للسيد راشد النابت، ألف مبروك.